السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في البداية أود أن أقدم خالص شكري وتقديري واعتزازي بمنصة أريد الدولية، وبأنشطة هذه المنصة الممتازة والمتميزة والرائعة والخيرية. وأنا اليوم يعني مبهور بالمنصة وبهذا العمل الرائع والمتميز اللي أخرجته المنصة، وبمجموعات العمل الأكثر تميزا اللي ذكرها زميلي وأخي وحبيبي الأستاذ الدكتور عبد الرازق. وده دليل على أنه فعلا في عمل بيتم داخل منصة أريد لوجه الله سبحانه وتعالى، وعمل كله إخلاص. فأتمنى لكل القائمين على المنصة التوفيق والسداد، ونحن دائما داعمين للمنصة. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سيف المؤسس الرئيسي والرئيس التنفيذي للمنصة على هذا المجهود الرائع والمتميز. وزي ما ذكر الاستاذ الدكتور عبد الرازق، انا كان لي الشرف ان انا شاركت مع المنصه في ندوات وفعاليات متعدده على المنصه. شكرا، كل الشكر لاخي وصديقي، وانا شهدت في مجروحه طبعا الحبيب الاستاذ الدكتور عبد الرازق مختار. هو بالفعل قمه وقامه علميه متميزه واخلاقيه، ورجل كله خير وكله لله. فأتمنى للدكتور عبد الرازق دايما وأبدا التوفيق والسداد، ولأنه العمل عمله خالص لوجه الله، فربنا بيوفقه دايما وأبدا. وأتمنى ليه طبعا زيادة في التوفيق إن شاء الله. أقدم شكري وتقديري لكل القائمين على المنصة وللقائمين على هذا العمل المتميز ال 24 والثلاثة اللي اتكلموا عن زمايلهم، الأستاذة الدكتورة مروة والأستاذة الدكتورة أميرة وصديقي الاستاذ الدكتور ابراهيم فريج. شكرا ايضا للاستاذه صفا مقدم الاحتفاليه. شكرا لكل من ساهم في انجاز هذا العمل الرائع. برضي فرصه ان انا اشكر اخي الاستاذ الدكتور ايهاب البلاوي والاستاذ الدكتور خالد عطيه السعودي المتحدثين في هذه الاحتفاليه. كل الشكر والتقدير للجميع. والكلمه بتاعتي حاول تبقى على شقين. شق هناخد فكره عن الاهتمام بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه سواء في مصر او في الوطن العربي او على مستوى العالم، وتطور الاهتمام بيهم. والشق الاخر هيكون عن المعجم واهميه وفائده هذا المعجم على في الساحه التربويه او في الساحه العلميه عموما. بالنسبه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، طبعا هو كل فرد لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبه لنظرائه في نفس السن، سواء كان في البيئه الاجتماعيه او الاقتصاديه او الطبيه. وتلك الادوار والمهام قد تكون في مجال التعليم، في قصور في التعليم، او حتى في اللعب، او في التكوين المهني بتاعه او العلمي، او حتى في العلاقات العائليه وغيره. اي قصور في جانب من هذه الجوانب يصنف تبع الاحتياجات الخاصه. مش كده وبس، ده المصطلح الاحتياجات الخاصه اوسع شويه من كده، لانه برضه بيضم الافراد المتفوقين والموهوبين والمبدعين والعباقره كمان يدخلوا معانا في فئات ذوي الاحتياجات الخاصه، بس بنسميها ذوي الاحتياجات الخاصه الايجابيه. فذوي الاحتياجات الخاصه هو اي فرد بينحرف او ينحرفون عن المتوسط العام في القدرات، سواء كانت حسيه او عقليه او بالقدر الذي يحول دون تعاملهم بالشكل العادي او كالفرد العادي. سواء كان الانحراف عن المتوسط العام بالايجاب او بالسلب نقدر نصنفهم بذوي الاحتياجات الخاصه. وبالفعل القاموس او المعجم تناول هذه المصطلحات سواء كانت الايجابيه او كانت السلبيه. الافراد ذوي الاحتياجات الخاصه ممكن يكون، لو خدنا الشق ذوي الاحتياجات الخاصه من الناحيه السلبيه، ممكن تبقى عنده اعاقه او اكثر من الاعاقات اللي هذكرها، لانه ارضا زي ما احنا حضراتكم عارفين انه ممكن تبقى شخص ما عنده اعاقه مركبه، يعني تبقى عنده اعاقه سمعيه ومعها بصريه، او حركيه ومعها سمعيه وهكذا. ممكن يجمع بين اعاقه او اكثر من الاعاقات زي الاعاقه البصريه بمستوياتها المختلفه، او الاعاقه السمعيه او الكلاميه او اللغويه بمستوياتها المختلفه،
او الاعاقه الذهنيه برضه بمستوياتها المختلفه، ودي يمكن اشد الاعاقات، او الاعاقه البدنيه والحالات الصحيه الخاصه، ممكن يكون تاخر دراسي وبطء في التعلم، صعوبات التعلم الاكاديميه والنمائيه، الاضطرابات السلوكيه والانفعاليه، الاعاقه الاجتماعيه والثقافيه، وايضا في نمط اللي هو نمط التوحد مصنف تبع او طبقا تبع الاعاقات. طب الاهتمام الدولي بذوي الاحتياجات الخاصه بدا من امتى وتطور ازاي؟ في واحد سنه 1971 اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده الاعلان الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصه العقليه، كان الاهتمام في البدايه بذوي الاحتياجات الخاصه العقليه، ودعت من خلاله الى العمل على الصعيدين القومي والدولي الى حمايه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه. في سنه 1981 اقرت الجمعيه العامه للامم المتحده ميثاق الحقوق الانسانيه لمن يعانون من اعاقات، والذي يقضي بان لهم الحق، اكد عليها، لهم الحق في المشاركه والمساواه في المعامله. ويعتبر هذا الميثاق اعترافا عالميا بحق المعاقين في المشاركه الكامله في كافه انشطه المجتمع الذي ينتمون اليه، مع اعتبار الفتره من 1983 لغايه 1992 هو عقد الامم المتحده لذوي الاحتياجات الخاصه. في ديسمبر 1991 اعلنت الامم المتحده مبادئ حقوق الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايه بالصحه العقليه، وطالبت فيه بمعامله جميع الاشخاص المصابين بمرض عقلي معامله انسانيه مع احترام ما للانسان من كرامه اصيله. في سنه 1993 صدرت القواعد الاساسيه لحقوق الاشخاص المعاقين من الجمعيه العامه للامم المتحده، تاكيدا على ضروره اتاحه فرص التعليم لذوي الاحتياجات الخاصه في التعليم النظامي. في فبراير 1996 نشرت منظمه اليونسكو وثيقه بعنوان التشريعات المتصله بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصه، وابرزت فيها جهود 52 دوله على مستوى العالم بشان دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي. وقد حددت الوثيقه طبيعه التشريع الذي اصدرته الدوله والجهه المسؤوله عن التنفيذ واسلوب التقييم لمن يعانون من اعاقات والمرحله السنيه التي يشملها التشريع واسلوب الدمج من كونه كليا او جزئيا، بالاضافه الى مصادر التمويل لتنفيذ السياسه وتعديل المناهج والتاهيل المهني ومسؤوليه اعداد معلم التربيه الخاصه. وحاليا طبعا في معظم مدارسنا على مستوى الوطن العربي بنتبع سياسه الدمج في المدارس، سواء كان في المدارس الابتدائيه او الاعداديه او حتى الثانويه. العالم كله بيحتفل بيوم اللي هو الثالث من ديسمبر من كل عام بنسميه اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، وعندنا في الجامعه في سوهاج بنحتفل بهذا اليوم سنويا في الثالث من ديسمبر من كل عام. وده طبعا يهدف اليوم ده بدأ فيه الامم المتحده في الاحتفال به في عام 1993، بيهدف الى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقه بالاعاقه وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصه على حقوقهم في كافة أنحاء العالم. المؤتمرات كثيرة في هذا المجال، تعددت المؤتمرات العالمية والإقليمية اللي ركزت على حقوق المعاقين في التعليم، وبرضه في وثائق كثيرة منها وثيقة مؤتمر اليونسكو الإقليمي كلها تمت بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. وكمان نص مشروع العقد العربي للمعوقين في 2004 على في محاوره على العمل على حصول الطفل المعاق على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك. وفي مجال التعليم نص مشروع العقد على ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين منذ الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية، وفي مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب في المؤسسات العامة. فده يعني تطور تاريخي بسيط أو سريع على الاهتمام بالفئة اللي احنا بصدد تدشين معجم ليها، اللي هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. في برضه من الاتجاهات الحديثة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة زيادة الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الابتعاد عن التسميات المثقلة بأحكام سلبية تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه ممكن يكون لها مردود نفسي سيء على هذه الفئة. زيادة مسؤولية ودور المجتمع في الحد من الإعاقة والتعامل معها، زيادة المحاولات
الجادة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. والمعجم ده يعتبر محاولة من المحاولات الجادة لتغطية هذه الجزئية. تقدير وتشجيع دور الأسرة في تحقيق عمليات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، استخدام التكنولوجيا لتطوير العمليات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الاتجاهات الحديثة اللي موجودة على الساحة للاهتمام بهذه الفئة. طيب في مصر الاهتمام ب، لو خدنا مصر على سبيل المثال كدولة من الدول العربية، واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، زي ما قلنا احنا في الجامعات بنحتفل سنويا الثالث من ديسمبر باليوم العالمي، وايضا على مستوى الدوله القياده السياسيه بتحتفل بهذا اليوم. فعلى سبيل المثال مثلا في الاحتفال الاخير فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله او رئيس جمهوريه مصر العربيه اكد على مجموعه من الحقائق. لما كان لي لقاء مع هؤلاء الاطفال في مؤتمر دولي عالمي اتكلم بقى، الحقيقه الاولى ان الشخص ذا الاحتياجات الخاصه لا يقل ابدا على الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق التي له على المجتمع والدوله، وبالتالي فان توجيه العنايه لهم وتوفير التدريب والتاهيل الملائمين من شانه ان يحول هؤلاء الابناء الى طاقه جباره يستفيد منها المجتمع كعناصر فعاله في خطط التنميه. الحقيقه الثانيه انه الاهتمام بهؤلاء الابناء دي مهمه جدا، ليس تفضلا عليهم من احد، بل هو حق لهم كفله الدستور الذي ضمن العديد من المواد المتعلقه بضمان حقوقهم بما في ذلك تمثيلهم في الانتخابات المحليه والبرلمانيه بما يناسب قدرتهم. اما الحقيقه الثالثه فاهتمت ب الاعاقه قضيه مجتمعيه، مش قضيه فرديه ولا شخصيه ولا تخص الدوله او الدول فقط، لا هي قضيه مجتمعيه، وهو ما يستلزم تضافر الجهود من الجميع لمواجهتها. وفي هذا الصدد فإن من يتصور أن الحكومة وحدها هي المسؤولة عن الأمر هو مخطئ، بل لابد من مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إذ أن المشاركة المجتمعية أصبحت على حد قول رئيس ضرورة قصوى. وبرضه المعجم اللي احنا بصدده اليوم يعتبر مشاركة مجتمعية للحكومات. في هذا السياق برضه فإن المشاركة لا تكون بالمال فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى تشكيل ثقافة شاملة يؤمن بها الجميع. وليس خافيا ان استراتيجيه التنميه المستدامه مصر 2030 تضمنت الحق في التعليم للجميع على ارض هذه الدوله، ومن بينهم طبعا اطفال الدمج ذو الاحتياجات الخاصه. ولا يقتصر الامر على خدمه التعليم فحسب، بل وفي الخدمات الصحيه ايضا. ومن هنا تضمنت الاستراتيجيه القوميه لوزاره الصحه خدمات التدخل المبكر للكشف عن الاعاقه لمعالجتها بسرعه. مش التعليم بس، لا ده كل اجهزه الدوله لابد لها من الاهتمام بهذه الفئه. طيب الحقيقه الرابعه انه الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه يشمل ضروره تشغيلهم، وكان لافتا اشاره الرئيس الى انه تم اخيرا توفير 5000 فرصه عمل لمتحدي الاعاقه. ومعلوم ان القوانين في مصر تتضمن ضروره توجيه نسبه من الوظائف لهؤلاء الابناء في مؤسسات الدوله المختلفه بما يتوافق مع الكلام. تبقى الاشاره الى ان دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في انشطه التنميه وتمكينهم يعد تطورا حضاريا بالاساس. والدول العربيه ليست اقل من المجتمعات الاخرى التي اولت اهتمام بهذه الفئه باعتبارهم جزءا اصيلا من مكونات الشعب لا يمكن اهماله. وطبعا برضه المعجم يعتبر نمط من انماط الاهتمام بهذه الفئه. وطبعا هنا دائما ما نشاهد او نسمع في حياتنا اليوميه، كل يوم كلنا بنسمع عن اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه رفضوا الاستسلام للاعاقه وتخطوا العجز وتحدوا الصعوبات ليصلوا إلى أهدافهم ويحققوا إنجازات يعجز عنها حتى الأشخاص الذين يتمتعون بأكبر القدرات. ومن هؤلاء المبدعين الكثير موجودين في الساحة سواء على في مصر أو في الوطن العربي أو حتى على مستوى العالم، نماذج مشرفة ونماذج ناجحة جدا. من كل ما سبق يأتي المعجم اللي احنا بصدده اليوم، هو يعتبر استجابة للاهتمام برعايه واهتمام ذوي الاحتياجات الخاصه، منصه اريد من المنصات زي ما في بدايه الكلمه المتميزه واللي بتهتم بكل المجالات. كنا تعمل معجم منصه اريد الدوليه في المصطلحات التربويه النفسيه لذوي الاحتياجات الخاصه، فده شيء مميز جدا. النموذج ده يعتبر نقطه انطلاق وشراره مضيئه في مجال رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه والاهتمام بهم. المعجم ده يضم
العديد من المصطلحات زي ما ذكر الاستاذ الدكتور عبد الرازق، انه حوالي 1600 مصطلح في المصطلحات التربويه والنفسيه، ومنها مصطلحات قديمها وحديثها، كله موجود داخل النموذج. من مزايا النموذج ايضا زي ما ذكروا الزملاء السابقين لحديثي، انه النموذج المعجم قدم بثلاث لغات. دي نقطه متميزه جدا، اللغه العربيه ومعاها كمان اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، ودي نقطه طبعا مضيئه جدا في النموذج في المجال التربوي. النموذج شمل العديد من المصطلحات زي ما قلت من شويه، ما يزيد عن 1600 مصطلح، ودي طبعا من المعاجم النادره اللي ممكن تشمل او تضم هذا العدد او الكم الهائل من المصطلحات. المعجم يعتبر طفره كبيره جدا ومتميزه وسبق في مجال المصطلحات التربويه والنفسيه لذوي الاحتياجات الخاصه. في نهايه كلمتي أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري واعتزازي وفخري للمشاركين والمشتركين في إعداد هذا المعجم ومراجعته. زي ما قلنا عددهم وصل 24 أو يزيد، والمجموعات سواء كانت المجموعات الكبيرة أو المجموعات الصغيرة اللي اتكلموا عنها الزملاء، فكل الشكر والتقدير لهذه الفئة المتميزة. وزي ما قال الدكتور عبد الرازق، ده هو مش تخصص واحد بس، ده كمان أكثر من تخصص، وده بيضفي التكامل على المعجم. لما يكون عندي متخصصين في اللغة العربية وآدابها، متخصصين في المناهج وطرق التدريس، متخصصين في فقه اللغة، في البرمجة اللغوية والعصبية، في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، سواء كانت اللغة الأكاديمية أو في مناهج وتدريس هذه اللغات تربويا، فكلها تعدد تخصصات يضيف بعد التكامل على المعجم اللي بين أيدينا. وكمان تعدد الدول اللي شاركت أو الأفراد اللي شاركوا من الدول العربية المختلفة، من مصر والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وغيرها من الدول، فده برضو يضيف بعد آخر، هو بعد التكامل أيضا في الوطن الواحد أو المجتمع الواحد. كل الشكر والتقدير لهذا المجهود الرائع. وفي نهاية كلماتي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسنات القائمين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.